مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم تويشيه رياضي. تويشيه اليوم معنا واحد الضيوف اللي الحريقه غتكون اليوم بسببهم في البلاطو. ضيوف كبار بزاف وغيورين على المدينه ديالهم وعلى الفرقه ديالهم. هاد الناس ما كرهوش يديروا المستحيل باش تكون شباب المحمديه في القمه وترجع للمكانه ديالها، حتى هاد الفرقه عطات بزاف في البطوله المغربيه. لكن لسوء الحظ كاينين شي ناس اللي بغاو يهدموا المحمديه، لكن بحال هاد الناس اللي اليوم معنا في البلاطو بغاو يوقفوا دوك الناس على حدهم وبغاو ترجع الشباب للطريق الصحيح ديالها. الضيف الاول اللي معنا اللاعب الكبير السابق ديال الشباب محمديه عبد اللطيف الحدادي، اللي جاور بزاف ديال الناس، جاور جيل فراس وعسيله، دا مع المحمديه القاب محليه اللي كبيره ودا معاهم الكوب ضرب. مرحبا بك السي الحدادي. الله يبارك فيك. الله يبارك المجموعه كلها اللي كاينه. السي الحدادي جبناك اليوم باش ما ندويوش ندويو نيشان، ما تكونش لغه خشب. نساعد باش ما تكونش لغه خشب اليوم. وعلى ودا. ومعنا ضيف اخر منخرط سابق شباب محمديه، محلل رياضي وصاحب برنامج صوت الجمهور او صوت الجماهير اللي حقق نجاحات كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك سي عز الدين الرياحي. شكرا اخي على هذه الاستضافه، وشكرا للطاقم اللي كيرافقنا في هذا البرنامج هذا. سي عز الدين الرياحي ما نحتاجوش نوصلوك، نوصيوك انت نيشان نيشان. اللي قدرنا الله راه غادي نقولوا ان شاء الله غيكون غير الخير. مشاهدينا اليوم غندويو على شنو واقع في شباب المحمديه. سي الحدادي، قبل ما نبداو المحاور بغينا نسولك شنو واقع في المحمديه حاليا؟ دابا 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 شنو لا ما يتقال على بالاخص على الشباب، شنو لا ما يتقال. وانا في هذا المنبر تلوم اولا المسؤول الاول وهو الرئيس، لان يمتى بدا هذا الشيء؟ بدا في الانتدابات ديال المدربين اللي جاب الشباب. بدا بجوج ديال المدربين واقيلا من ايطاليا، دوزوا شهر ولا نهار تقل ومشاو بحالاتهم، عاوتاني مشاو للحسيمه، خسروا هذاك النهار قبل ما يركبوا في الطياره، طافقوا على المدرب اللي غادي يجيبوه، ما جاو يوصلوا للمحمديه حتى لقوا مدرب كاين بن هاشم سي طروطار. انا اللي تيضرني في خاطري انا الفريق، وهي هاد الناس ما حاسبناش حنا واش لعبنا نهائيا في المحمديه، قصاو لعبنا القدام، ما حاسبناش واش كاينين. وحنا اللي نقول لك انا الرئيس والله العظيم لك تنهزوا في يدي والدار، قلت له مازال صغير وتنقول لك نهزوا في يدي. ولكن كان معنا رئيس ماشي فوق الرئيس ليه، وهو الاب ديالو، لان كون خاد غير واحد الغيره شويه، واحد 2% المحمديه ما توقعش في هاد المشاكل اللي فيها دابا. السي الرياحي، نفس السؤال، شنو واقع في محمديه دابا؟ شباب محمديه ماشي في المحمديه، شباب محمديه. صراحه الشباب محمديه اليوم دارت واحد الانتداب، اللي واقع اليوم هو دارت واحد الانتداب ديال المدرب الكف محمد فاخر. صراحه الشباب الا جينا نشوفوا من واحد الناحيه، لان الا جينا نهضروا على الشباب فمي راه كاينين عيوب كثيره، ولكن كاينين انجازات اللي كتحسب الرئيس اللي هي في المستوى. اذا اليوم اللي واقع في الشباب هو ذاك سوء التسيير اللي كان من البدايه، من كنا في قسم الهوات، من كنا في القسم الوطني الرابع، من تما جايه العشوائيه في التسيير. كاين التسيير الاحادي في فريق شباب محمديه، واحد اللي كيسير كل شيء كيقول لنا الفريق مقصي، كل شيء مقصي. كاين نعم السي ما كتخدمش الكره المغربيه وما كتخدمش فريق شباب محمديه. نقدروا نعرفوا شكون هذا السيد اللي هو اللي مسير؟ راه باين راه هو هشام، ما كاينش شي واحد اخر. بغيتي تعرفوا السميه ديالو؟ انا ما كنجي تقول لي هشام ايتمنى حقق عده الانجازات مع فريق شباب محمديه، اللي هو مشكور من هذا المنبر باش نكونوا صريحين، فهو مشكور لان الفرقه كانت في اقسام الظلمات، وفي ظرف 4 سنين لقينا راسنا كنلعبوا في هذا. ما يعاب على هذا الرئيس هو ذاك التسيير الاحادي، هو واحد رئيس راس مالي اللي كيقلب على الربح، ولكن كيفاش يجيري الجمهور و لي زونسيان جوور
والمنخرطين فهو بغى يبعد عليه كل شيء، كتعرف ديك نبعد عليه كل شيء باش يبقى الساحه خاويه وندير اللي بغيت. دونك فاش درتي اللي بغيتي احنا شوف فين ولينا. دونك لوكو كان بنا فريق شباب محمديه من القسم من القسم الوطني الرابع، كنا من تما كنصايبوا فريق. كل مره كنشريو لعاب جوج، العام الاول نشريو جوج لعابه ونصاوبوا فريق، طلعنا نديروا تحسينات في هذا كوك، طلعنا القسم الوطني الاول ما كناش غنوقعوا في هذا الشيء هذا. كار كامل جاء على كون كان كما كنقول لك كان الساس مبني على الصح، على الصح ما كناش غادي نوقعوا في هذا الشيء. وهذا الشيء كنا ديما كنقولوه ليه في في, في الجمعه العامه اللي دوزنا. ولكن السيد متمكن ماديا، قاري شويه، عنده ديك الطريقه باش كيكسب الناس اللي دايرين به، باش ما بغيتي غتمشي معاه في الخط ديالو. دونك واحد بغينا نعرفوا بحالاش كيف ما بغيتي كنسطر لي كنسطر على هذيك كيف ما بغيتي فحالاش دابا انا كنت منخرط فاش كنجلسوا 100 واحد جالسين منخرطين، ما كاين حتى واحد كيهضر، كيهضر واحد ولا جوج، وعبد ربي كان اللي كنقول واحد الراي ديالي في الشباب. لان الشباب تعاقبوا عليها مسيرين كبار، تعاقبت عليها لسامير وما ادراك ما شركه لسامير اللي كانت اي لعاب كان كتجيبو في البطوله. ونهار لسامير هزت يديها من الشباب ما خلاتش تبيت ب 700 درهم اللي يدخل الفلوس على الشباب. استفدت الحاشيه ديال الشباب كامله بما فيها عده اسماء داخل المدينه وخارج المدينه، وهذا الشيء اللي واقع اليوم مع الشباب. فدوك اللي كي دايرين بالرئيس غادي يستافدوا، ولكن ماشي شي استفاده اكثر ما غيستافد الرئيس. والضحيه هو النادي، الضحيه هو ها الله يرحم الدين. لخصتي لي كلشي، غنرجعوا وغندويو على الشباب بالتدقيق وبالتفصيل، لكن غندوزوا للمحور الاول اللي هو على التحكيم في البطوله الوطنيه. كان تصريح ديال فوزي القجع يوم الاثنين في ندوة صحفية ودوى على التحكيم، وقال باللي اي فريق غيبدا يدوي على التحكيم فانه غادي يكون ليه بالمرصاد، وان شي فرق قال لك خسروا 25 ماتش ونهار طراتش واحد اللقطة اللي ما عرفناش واش ضربة جزاء ولا لا ولا صحيحة ولا لا، بداو كيبكيو. بغينا نعرفوا السرياحي كي جاك التدخل ديال القجع، واش التدخل ديال القجع كان في محله ولا ما كانش في محله؟ الصراحه التدخل ديال القجع هو ماشي في محله كاع، ومن العيب والعار يقوم مقام ديال الكعواشي، لان عندنا مشاكل في التحكيم. انت كرئيس الجامعه خصك تبقى محايد، لا علاقه لك بالتحكيم، ما عندكش. خاص يجيو اللجنه اللي كانت خصها تجلس هي الرئيس ديال اللجنه ديال التحكيم والخبراء ديال التحكيم هما اللي غادي يجلسوا، وانت وسنوسي وسميتو ديال الوداد الناصري هذوك غيكونوا غير ضيوف شرف اللي خصو يهضر لينا في التحكيم والمشاكل التحكيم. هما الحكام، هما الخبراء ديال التحكيم، وهو الكعواشي اللي هو المسؤول الاول الرئيس ديال اللجنه ديال التحكيم. دونك جيتي انت لان السلطه والمال كتخلق لينا بعض المرات بعض الطغاة. انسان كيولي طاغي هو ما حاش ان مي كيكونوا الفلوس والسلطه، فانت اقتحم مشيتي لواحد هبطتي من القيمه ديال لجنه التحكيم اللي خديتي 48 دقيقه وانت كتكلم، والكعواشي تكلم بجوج دقائق ونص ولا ثلاثه، هذا ثلاثه جاوا، داك الشيء كيبان لك مخدوم، ماشي واحد واحد الناس اللي بالصح كما هو قال كلام. اذا تصنتي الفوزي القجع فهو قال كلام زوين، ولكن كيفاش دبر الامور ديال ديك الندوه فهي صراحه كتبين بان ما غتخدمش الكره المغربيه. لان كو كان جا ودار واحد طرف محايد وتكلم على الفراقي اللي مضرورين والحالات وجاو الحكام وعطاونا الدلائل وها علاش هذه هنا وعلاش هذه، كان غادي يكون واحد العمل. لكن اسمح لي قطعتك سريحه، كان داروا لقطه واحده اللي كانوا دواو عليها هي اللقطه ديال فريق الرجاء الرياضي وشباب محمديه، ضربه الجزاء اللي جات في الدقيقه 94 ولا 95. علاش بالضبط اختاروا هذيك اللقطه؟ ولاحظنا هذيك اللقطه اثارت الجدل بزاف، الحكم الفار كيقول لي ما كايناش ضربه جزاء، حكم الساحه متشبت بالقرار ديالو. عندنا رئيس صراحه رئيس ديال فريق شباب محمديه اللي دائما كيخلق الحدث في جميع المنابر الاعلاميه،
وكذلك بالتصريحات ديالو، فهو ما عندهم واحد الحساسيه، واخا يقول راه رئيس فريق شباب محمدية عنده علاقه زوينه مع رئيس الوداد ولا مع فوزي القجع، فمن تحت من تحت كاينه واحد النار، واحد النار ما غاديش يشوفها الا انسان اللي غيكون ذكي شويه ومتبع الامور كما ينبغي. لان باش تجيب هذيك اللقطه ورئيس دابا ديال رئيس الجامعه اللي دوز ميساجات فمن العيب والعار عليه، تجي انت باغي تحل واحد المشكل وتكون واحد الطرف محايد وتبقى تدوز ميساجات لرؤساء الفريق وللانديه ولا للجمهور، دونك انت كتزيد طين بله، ما انت ما جيتيش خلقتي لينا واحد الاجواء اللي هي جميله اللي غادي نتصنتو، درتي لينا واحد التصريح مخزني كنشوفو السيد كيهضر بحال اللي كيخاطبك شي واحد في المخزن، ماشي كيخاطبك رئيس الجامعه، واحد الانسان محايد، واحد الانسان اللي جاي يخدم المنظومه الكرويه للتحكيم جزء منها، لا جاي انا كنحس بيه كنتصنت ليه وكنحس بيه في شي واحد بحال كيقول لنا راه انا هو اللي كاين وانا هو اللي غادي ندير وانا اللي ما درتوش هادشي. انا مشى لواحد الحوايج اللي بدا كيذكر الاسماء جيد زوراق كيجبد الاسماء ديال الحكام قدامه، دونك كيفاش انت غدا ولا بعدو هاد الحكام غادي يمشيو يحكموا لك ضد بركان؟ هادو ما غيقدروش يمشيو يحكموا ضد بركان هاد الحكام، لان اللي هو الرئيس ديالهم هو الكعواشي، وليتي انت رئيس جامعه كتخاطبهم. راه حشومه هادشي اللي شفنا في هاد الندوه هادي. في نظرك شكون المستفيد الاكبر من تصريح ديال القجع؟ القجع نفسه، القجع هو المستفيد، هو والفريق ديالو، هو الجهه الشرقيه وقيله هو اللي مستفد منه، لان لك كنتي باغي بغيتي الكره المغربيه تزيد القدام كنتي غتبقى طرف محايد وغادي تجي وغتعطي تساؤلات انت بحالك بحال جميع الناس بحال جميع الصحفيين بحال جميع المغاربه، غتجي وغتطرح اسئله، لان شنو هو الدافع ديالك اللي خلاك خرجتي درتي ندوه 6 سنين ما درتيش لقاء تواصلي و6 سنين عاد جيتي درتي، دونك كاينين اخطاء تحكيميه كنتي تجي وتقول بالرغبه ديال الجماهير برؤساء الفريق فاحنا بغينا ننظموا واحد اللجنه باش نوضحوا الامور، ماشي تجي انت تلقي لنا اخبار وتدوز ميساجات وتقمع هذا وتقمع هذا وتقمع هذا وتعطي واحد القيمه للتحكيم اللي واقيلا غدا ولا بعدو غيبقى خدام معاك، والكعواشي حيدو من ذاك المنصب واللي انت رئيس جامعه ورئيس ديال الهيئه ديال التحكيم. فكره واضحه السي الرياحي. كما شفتوا مازال خاصها شويه. عندك شي اضافه؟ عطينا الاضافه ديالك السي وهي اللي نكمل اللي قال عز الدين، هاد الناس اللي تيجيو يعملوا دي كونترولور اللي قال هو الهضره ديالو، دابا الهضره اللي قال انا كانوا يعملوا دي كونترولور وكانوا تيمشيو لي ماتش اللي تيقول تيمشيو لي ماتش لي كونترولور واش لي كوميسير دو ماتش؟ لي كوميسير ماتش لي كوميسير وهي هادوك الناس كيما قال هو تيمشيو مخلصين. انا بغيت جاي شي نهار نشوف شي كونترولور ونقول هذا لعب لي يا ربيت ولا كان ما تنعرفوهمش نهائيا، ما عرفت منين تيجيبوهم بعدا، انا والله ما عارفهم. دونك لي كونترولور ما كيكونوش ما تنعرفوهمش، قلت لك وجههم شي لا كان شي لا قال لي بحال المرحوم الزياني ولا كاين كونترولور نقول على الاقل هذا سان انسيان اربيت وعشنا معاه ولا هو اللي قال السي القجع قال كلمه وهي تكلم هو على الناس اللي تيمشيو هاد لي كوميسير اللي تيمشيو يخدموا هادوك اللي تتمشي راه بحال غادي تقرا راه تيعطيك ورقه وتدير انا حيت خدمت هذيك تديرها رابور ديالك ديال الماتش وداك الشيء وتتقدموا لهم وقال كلمه مزيانه هو هاد الناس تمشي لا فيدراسيون دابا الا جبتي التيروار فين تيديروا دوك الوراق تلقاهم كلهم مكتوبين فيهم راس ريانا سينالي ليش تيمشيو؟ وراه قال هو قال لهم لك تمشي ونخلصك الله ما بقى في دارك. اذا رغم كاع الضجه ديال التحكيم رغم الاعتراضات اللي كيحطوا الفرق الكوميسار ما كيكتبش التقرير ديالو ما كاينش قليل تنقول لك قليل دوماج انا جيت انا كون عرفت التحكيم والله كون جيت معايا انا الوراق مازال عندي انا كنت نمشي ندير بعض المرات يعيطوا عليا تندير كوميسير داكشي تندير رابور نهار لو لاندي تدير لو رابور وتتصيفطو ما كاينش. وفاش كيدار الرابور بغيت باش توضح لينا واش الحاكم كيتخادو في حقو عقوبات ولا داك الرابور كيتشاف لا 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 ويلا واش نعاود لك انايا قلت راه قال هو قال لك كلشي تيكتبو راس راه حتى هو اللي كتب راس ويخشي في التيروار. لا انا كندوي الرابور فاش كيمشي عامر لا ملي يمشي عامر شكون اللي يقراه
راه قلت لك انا بعض الاشخاص اللي جايين الله في دراسي انا ما عرفتهم منين نزلوا وبداو يمشيو الكره هنا في المغرب بالاخص في المغرب. الفكره ديالكم واضحه مشاهدينا، ما تمشيوش معنا بعيد، حلقتنا مازال مشوقه كما لاحظتوا معنا. لا السي الرياحي لا السي الحدادي ناس ما عندهمش الفرانات، هما كيخافوا من حتى واحد، واللي في قلبهم في لسانهم. هادشي اللي خلانا نصادفوهم، وهادشي اللي كيعجبنا فيهم، وهادشي اللي كسبوا به القلوب ديال الجماهير المغربيه. مشاهدينا ما تزابيوش، وخليكم معنا في المحور الثاني اللي غيكون خاص على نادي شباب المحمديه بالمشاكل ديالو وبالانجازات ديالو. اول حاجه غنبدا معك بها السي الرياحي، غنبداو حنا من الاخر. مدربين الطاقم الايطالي ديال سيميوني، بن هاشم برنار عاد بن هاشم برنار بن هاشم روكي اليوم فاخر. كيفاش هاد الشلاده ديال المدربين بزاف والمحمديه لحد الان من الدوره، نقولوا الدوره 11 ما حققت حتى شي انتصار تبارك الله. اذا كما ذكرنا سابقا فشباب محمديه التسيير العشوائي اللي قلنا كان في بدايه من كنا في الكاتريام ديفيزيون، طلعنا للقسم الوطني الهوات الاول دوزيام سيري، وهذا فقطعنا واحد المسار بواحد الطريقه اللي سريعه صراحه، وكيتشكر من هذا المنبر رئيس فريق. ولكن التسيير والتدبير التقني والاداري ديال فريق شباب محمديه كانت فيه بزاف ديال الاحاديه في التسيير. كاين الرئيس ما كاين والو، وكاين التيره نهار الماتش. دونك هادو اخطاء لي ما عم الرئيس غيخرج يقولهم لينا ولا يقولنا انا راه غلطت ولا خطات، لان الرئيس راك عنده واحد الشوفه ديالو بوحدو. شنو السبب، اسمح لي قطعتك، شنو السبب اللي خلى الرئيس يقصي البرلمان الفريق كامل وهو الرسول اللي ياخذ القرار؟ دابا مين كتكون كتشاور مع اناس اللي دازوا في التسيير وما نجحوش في التسيير او نجحوا، فهما كيقول لك من الاحسن تبعد عليك لي زونسيان، بعد عليك المخارطين، بعد عليك باش تخوي الساحه، باش دير اللي بغيتي، شري اللعاب اللي بغيتي، بيعو بالثمن اللي بغيتي. كاين شي حوايج في الكره اللي ما نقدروش حنا نشرحوها كامله من هذا المنبر، ولكن حنا غير كنسينياليو بعد الحوايج. دونك هو خصو الميدان يبقى فيه غير هو، دونك ما بقيتش انت بوحدك فدرتي اخطاء، واخطاء اللي حنا اليوم احنا ماشي في الهويه صراحه كما ذكرتي سابقا، ولكن الشباب كتخبط في مشاكل اللي الرئيس شباب محمديه كان يكون في غنى عنها لو كان التدبير ديالو مرحله بمرحله. فكان التدبير ديالو خرج الفلوس وشري اللعابه، كل عام كيجيب كار ديال اللعابه كيصيفط كار ديال اللعابه، كيجي العام الثاني كيصيفط كار ديال اللعابه كيجيب كار، راه حقيقه هذه، راه حتى شي لعاب كيبقاو معنا اربعه ولا ثلاثه. دونك هذا التسيير خاطئ. وباش تجيب بن هاشم، انا نهضر انا على بن هاشم لان سيميوني ما صبرش عليه، كثرت عليه الاقاويل بن سيميوني، سيميوني اللي كان في الحقيقه غادي بالفريق من حسن الى احسن، جا ورا بيرنار اللي كان من اكثر المدربين اللي عرفاتو فريق شباب محمديه، واللي كان مستشار ديال رئيس فريق شباب محمديه، وكان المدير، لا اسمح لي نرجع معك النقطه، كان مدرب ومستشار، لا كان سيميوني، بيرنار كان بيرنار هو الاول هو الروكي، جا سيميوني بيرنار ولا رئيس ديال، هو المدير التقني ديال الفريق، المدير الرياضي ديال الفريق، شوية مشى سيميوني رجع المدير الرياضي ديال الفريق ولا هو المدرب، ما دار والو هذاك المدرب، زعما ضاعت معاه الفرقة. شوية جاء بن هاشم اللي تعطاتو الفرصة، زعما لو كان ولدك ما تقدرش تعطيه هذيك الفرصة كاملة ديال 20 ماتش، الأداء لا تشكيلة مستقرة لا والو، وصبر عليه الرئيس وآمن بالقدرات ديالو. وصراحه قدر الله ما شاء، انا ما عرفتش، كان واحد السر غيكون بين الرئيس وبن هاشم كيعرفوا غير الله، وهذا لان داك الصبر اللي صبر عليه ماشي باش ينجح الفريق او باش يطلع الفريق او باش يحسن مستوى الاداء ديال الفريق، فالله اعلم. انا في حقيقه انا بحالي بحالكم ما عرفتش علاش رئيس فريق اللي اصلا هو ما دايرش مستشارين ديالو، اللي اصلا هو ما دايرش اداره تقنيه اللي كيستشر معاه، هو بحاله بحال القجع، فهو كيخرج يقدر دهس في مديريه التحكيم كلها ضرب فيها هذا، فالرئيس هو هكاك، مين كيجي كتعطي سؤال الصحافه او بعض الجماهير كيقول لك
انا بغيتو يكون وانا اللي مسؤول عليه. انت ما عندكش الحق انت كرئيس فريق تقول لينا بان درتي واحد ريكروتمون ديال واحد المدرب فانت هو اللي عندك الصلاحيه امتى تجي لنا. خاصك تهضر معنا بقانون بان انا تكلمت مع الاداره التقنيه ديالي درت اجتماع يوم الاثنين مع الإدارة اللي المكونة من فلان وفلان وفلان، تكلمت مع المستشارين ديالي وقالوا لي بأن خصني نصبر شوية على هالإيجابيات ديال سي بن هاشم. نو كيخرج واحد السيد في الراديو عيط ليه مخاريط وقال لي أنا نهار غنجيب بلاصتي أنت وحيدو. حتى هو كيهضر بديك السلطة ديك المال والسلطة بحالو بحال القشع. دونك هاد الناس هادو إلا ما لقاوش واحد الصحافة نزيهة، واحد الصحافة عندها شخصية، واحد الصحافة كتآمن بذاك الصالير ديالها ما كتآمنش بالأضريفة، يقدروا يوضعوا حد لهاد الناس هادو. هما مزيانين في الكرة في الكرة الوطنية مزيانين، خاصنا ناس بحال القجاع بحال بحال أيتمنى بحال الناصري، ولكن خاصنا صحافة اللي تواجههم بالقوانين وبالعلم. لكن واحد المشكلة اللي كنلاحظوا أن شحال من خطرة كيحاولوا مجموعة من المنابر الإعلامية منهم برنامج تويشية رياضية باش يتواصل لا مع أيتمنى لا مع أحد المسؤولين في الأندية الكبار، لكن كيرفضوا كيقولك لا أنا ما نخرج ندوي على هذه القضية، ولا قبل باش تخرج تدوي مع هذه القضية كيقولك لا أنا تحدد لي الأسئلة. هذا الشيء راه مشكل ماشي غير في الصحافة، مشكل تف الرؤساء ديال الأندية حيت هما قبل ما يجي عندك كيفرض عليك انت شنو تقول له. اذا ممكن يكون من هذا الجانب يقدر يشدك من هذا الجانب، ولكن كصحافي محترف فقط قدرت تبني على واحد تصريح دارو في شي منبر اعلامي تشدو ودير التحليل المنطقي بحال اللي درنا دابا القجاع شناو بان قصى لجنه التحكيم وهذا ودار كل شيء وهضر هو خدا 48 دقيقه رئيس ديال لجنه التحكيم جوج دقائق ونص الاخر جوج دقائق. دونك هنا الصحافه خصها تركز على هذا الشيء. دونك حنا كنعرفوا الا كنتي واحد صحافي اللي ماشي فليكسيبل فانت واحد ما غادي ما غيتعاطف معاك، حتى واحد ما غيقرب لك. دونك الصحافي خصو يكون يتميز بواحد الذكاء باش يجيبهم من عندهم ومن بعد يحط داك الشيء يصير طابل، واللي غادي يكون المتتبع اللي غيكون كيرفع من المشاهده ديال الصحفيين النزهه. فكره واضحه سي الرياحي. سي الحدادي، نقطه المدربين كانت واضحه، عندك شيء اضافه ما تضيف في هذه القضيه قبل ما ندوز عندك للسؤال الاخر؟ انا غير المشكل ديال المدربين كنت نقولها دائما في البرنامج ديالنا ديال يا شباب، كنت نقولها لعز الدين وامن وطار، وفين ما تنكون نهضر معاه تنقول ليه الفرقه خصها مدرب، الفرقه خصها مدرب، وتيلونسيها في البرنامج ديالك. وكنت ندوي بالاخص على محمد. انا محمد كتشوف محمد رجل المرحله. انا محمد نعرفوك دعم معايا تنقول لك عشت معاه ملي كنت ندرب نجم الشباب وتيدرب هذاك الوقت الرجاء ديال 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 الدار البيضاء. تنتفاهم انا وياه، تنتفاهموا لا في الهضره، وتنقول لعز الدين وعنده في الدار، انا عنده في الدار وحلفت ليه ذاك النهار وحلفت ليه، قلت لي عز الدين قال لي نعم، قلت لي شوف الفرقه إلا ما غيرش المدرب وما جاش فلان راه حلف لي بالله، قلت له والله قلت لي تيمشي بلا زادت. ولا هو حاضر هو تراني وقف قلت لي ما تزيدش الفرق. ملي سمعنا باللي محمد جا انا والله العظيم الا فرحت هزيت التليفون وبغيت نعيط على عز الدين هو الاول نبارك نقول لي بعدا اللي كنت ندوي لك عليه واحد امنيه تحققت اللي كنت ندوي عليه راه هو جابوه. ولكن محمد انا تنقول لك محمد ماشي هو المدرب اللي كانوا قبل تجي تدخل لعب فيه ولا تقول له لعب هذا ولا لعب هذا ولا لعب هذا يقدر يلوح ليه وراقه يتبع ليه ويزيد بحالاته. دونك محمد عنده الصرامه في الدنيا. لا ما كاينش جينيرال كيف ما كيقول هو اللي خصو لهذيك الفرقه. ندوزوا لقضيه اخرى المحمديه، لاحظنا على ما شفنا احنا عندها مشكل ديال التنقيب ديال اللاعبين. انت لاعب سابق في شباب محمدية تبارك الله عليك، انت تقدر تجيب جوج فرقات ثلاثه فرقات للمحمديه. انا السؤال اللي عطيتي لي برافو لك، هذا السؤال اللي عطيتي كنت تقول لعز الدين ونقول لك عز الدين اش كاين. انا نرجع لعز الدين بغيت نسمع منك. انا غادي نقولها غادي نعاود انا لا هذاك الوقت انا ملي كنت شاد
الشبان ديال 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 الشباب عز الدين تيجي للتراتي كل في ما نكونوا لاعبين هو هو حاضر. انا جيت من ملي جيت دخلت من من من, من كندا شافوني شي وحدين مشيت تما نتفرج في لونطرينمون قالوا مشاو عند المكتب هادي حدادي راه بارك اش نديروا نديروا معاه. جاو عندي قال لي راه اش كاين الفرقه من الفرقه. قلت لي اشنو اشنو المشكل عندكم؟ قال لي مشكل عندنا ديال الدراري ديال لي جون. قلت لي ديال لي جون اراهم لي هنايا ما كاين حتى مشكل. وشديتهم يلا ابدا يلا هذاك الوقت بداو لي جونيور واقيلا تيلعبوا في المغرب كلشي زدين ياك. مشيت والله العظيم الا بشكلاط راه قلت لعز الدين بشكلاط رحت عرف المحمديه ما خليتش الجويه ديال المحمديه اللي تساليتها ولا المحمديه لعبت دروباش ماشي نقلب ما كانش تمشي نقلب تنقول لك نقلب ونقول لهم جيو لونطريمون ونجي نعزل 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 والله العظيم اللي جمعت الفرقه تنقول لك راه لعبوا في لعبوا في الدوزيام ديفيزيون تقريبا هادو اللي تلعبوا لك لعبوا كاين اللي دابا محترف في الخارج كاين منهم دري اوبيلا اوبيلا فقادير كاين دري غارديان دو بيوت كان عندنا شهاب خو شهاب خو طارق خو طارق راه في فاس كاين دري مدحي كان دومي سونتر عندنا راه في توارقه توارقه لا لا توارقه في توارقه في توارقه كاين عندنا دري اللي ضاع وشتو البارح والله العظيم الا شتو البارح قلت لك خافية ماشي عديز حفاري حفاري أنا لي دروا تنقول لك جناح أيمن والله قلت لك ما كاين في البريمير ديفيزيون وهذاك الدري هذاك الدري حفاري شكون اللي كان يجيو عندي مدربين هنايا والله العظيم جاو عندي مدربين نهار لعبنا هنا كنا لعبنا في الرباط وقيلا ملي ربحنا بربعة أربعة وكان كان لاعب حفاري وكيجينا من الكار مشيت ديرك للدار تعرف مشيت للدار ودي عز الدين يلا 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 دخلت للدار يلا حليت حتى جا التليفون الو الو لاباس بارك مسعود هذه شكون مدرب من القدام وقيلا واش تعرفوه ولا لا ميلاني الله يرحمه جواد الميلاني توفى جواد الميلاني جواد الميلاني كان توفى دابا شي موسم شي جوج سنوات دابا ما فخباريش انا والله السي جواد كان توفى اللي كان في اللي كان في خريبكا ومشى للخميسات الخميسات اللي كان السي جواد الميلاني توفى شي سنتين دابا الله يرحمه هذا المنبر كنعزيو اسره الاطار الوطني جواد الميلاني والله ما فخباري انا كان توفى شي سنتين دابا هز التليفون الو حدادي كي داير لاباس هادي انا مزوق قلت له ما كاين مشكل والو شو كدير داك الدري حفاري صيفطوه لينا فين كان بغى يديه كان بغى يدير الخميسات هل دوينا هنا على مشكل ديال التنقيب كاين دري تما في الميليو تيراه وراه يعرفوا يلعب في البريمير ديفيزيون سامي سامي مسكين الله يشافيه الله يشافيه تا هو الله يشافيه وكاين انيلي غوش صاحب حفاري وهو عبيد عاد حتى عز الدين كان يمشي معايا يتفرج حافظهم قلت لك فرقه كانت عندهم والله العظيم قلت لك يا ميشري ولعب حتى الفرقه بدات تتفونسي بدات تتهود وما يجي عندي قال لي قال لي عافاك مشكل تمشي تعاون المدرب ديال ديال الا ديال ليكيب ا كان عندنا حراف حراف اللي كان قلت لي ما كاين حتى مشكل قلت لي ما قلت لي انا ما عندكم حتى مشكل معايا ما تنقول لكم انا خلصوا لي لا كونترال هذيك هذه فرقتي نقدر نمشي لها عطوني عطوني هذوك الدراري بديت نجمعهم بداو غادي غادي لعبوا في الثروازيام ديفيزيون ولعبوا في الدوزيام ديفيزيون شوف فين لعبوا لعبوا في لي في الجروب انفيريور نهار بغاو يديهم قلت لهم ما كاين حتى مشكل انا نمشي ولكن بشرط الا كنت غادي نمشي عندكم ليكيب بريمير نتحزم بواحد الربعه ولا سته اللعابه من لي جون ونمشي معاكم وفعلا مشيت معاهم وعاشوا معهم وفي الاخر هاد الدراري اللي كتبت لك دابا راه لعبوا في ليكي بريمير وتباعوا بحال مهدي اوبيلا تبارك الله راه حتى دابا
رجعنا لكم مشاهدينا مره اخرى. هذه المره في المحور ديالنا اللي غندويو فيه على الاداء ديال المنتخب المغربي اللي تقريبا الشعب المغربي كامل وكاع المهتم بالشان الكروي المغربي بان ليه بلي الاداء فيه شك. المنتخب المغربي مقبل على نهائيات كاس افريقيا والتصفيات المؤهله لكاس العالم. هنا اداء اللي ظهر به المنتخب المغربي حاليا بدون منازع ان لقاء البارح ما كانتش الجرينتا، ما كانش تاكتيك، كان المنتخب اوت كيف ما كنقولوا. السي الحدادي بغينا الراي ديالك في المنتخب المغربي، انت راه دوزتي كره، قول لنا كي جاك المنتخب البارح. هو البارح بان كما تيقولوا اش عندك المدرب، ها لعبوا مع فرقه اللي تتلعب ديك الكره الانجليزيه وما اللي غانيه، بداو شدوا ليهم كاع المنافذ، لعبوا في السونتر وما يلا مع داك خو لو كابتن ديكيب اللي بقى اساموا خو الفرير ديال راهو دعمهم وقيلا ولا الدراري الاخرين الدراري ديالهم جاو جيت السونتر وبركو تما بركو وبداو يخدموا لي كونتر داك. اما احنا انا ما في البارح انا واحد الاسم ديالي تا هو البارح لاعب ما عرفتوش علاش ملعبو حدادي ما عرفتو فين منير، واش ملعبو جناح ايمن واش ملعبو دوزيام افون سونتر، ما عرفتوش اش لاعب نهائيا داخل مع ما شاد حتى شي بوست. لا 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 سبعه مازال مازال خاص الخدمه في المنتخب، لان قبل منه بلا من شت جوج مقابلات ديال الجزائر شت الكره شنو منتخب الجزائر 26 ماتش لحد الان ما خسرش اكثر منتخب 26 قلت لك، ودخل جوج فراقي، ونهار السبت وقيلا عندهم بوركينا فاسو فرقه اخرى جديده وجرب كاع اللعابه وما يطال 30 واحد شحال من واحد دار شحال من شونجمون البارح انا باش كملتش غتكون لاحظت شحال من شونجمون دار عز الدين دار شي سته ولا وسته ما كاملاش انت في البونتوش عندك فوق 14 واحد ولا 16 واحد بارك في البونتوش كيف ما لاحظنا راه السي الرياحي انت ما غتخالفناش الامر ان البارح الا شتي باللي خليل وزيتش راه كيقصي اللعابه ديال البطوله غتكون لاحظتي هذه القضيه. ما يمكنش انت جايب لاعب بحال سفيان الرحيمي لاعب بحال الكعبي اللي حيا جبران يلا شنا دخلتيه في هذيك 20 دقيقه الاخرى ما صراحه وحيدوفيتش كبر عليه شويه المجموعه دوك عنده مجموعه كبيره والاختيارات ديالو والتوظيف اللي هو صراحه الا كان شي تقني غد اليوم غادي يدير تحليل على داك اللقاء فاللي شفناه هو التوظيف ديال اللاعبين محطوطين في التيران بواحد العشوائيه واحد ما كيكمل واحد. حنا بكري كنا كنعرفوا مدربين بدون شواهد بنادم عنده ديك الشوفه ديال اللعاب اللي غادي يلعب لك في هذا البوست ولا غيلعب انديس شكون هو اللي غيتفاهم لك معاه القدام كيتكمل ليه هذا غيكمل واخا ما يكونش نجم الا شنو كمل ليه حنا قطعشنا في 2004 راه داك جرب حديود ما كانش في الهونيفو كمل بين الفرقه وحديود باش كان كيدخل كان كيعطي مزيان في الميلي. اذا هذه هي اللي بغينا نقول لك زعما بكري فكان ما كانش هاد التاكتيك بزاف وهادشي وكانوا المدربين عندهم ديك الشوفه ديال الديران. اليوم وحيدوفيتش فهو جا عنده لاعبين ممتازين لاعبين هذا ولكن صعيب عليه باش يوظفهم. انا يقدر يكون عندي لاعب كبير وكيحقق هذا ولكن ما داخلش ليا في المنظومه ديالي وفي الفيلوسوفي ديالي برك دونك ما يمكنش ليا انا نغامر بمستقبل واحد الدوله باش نرضي واحد المحترف. اذا البارح غانا صراحه اللي ماشي هو فريق اللي ضعيف، فريق جا عنده داك الاخبار على المنتخب الوطني بانه منتخب كبير عنده لاعبين كبار وهذا جا خدا الحيطه والحضر دار واحد البلوك ديفونسيف اللي هو با ولا ميديوم كان كيلعب بين ميديوم وبا البلوك فوالا وسد المنافذ. هنا فين كتبان الشخصيه ديال المدرب، هنا فين كيبان دوزيام بلون بريمير بلون تروازيام بلون ديال المدرب اللي صراحه ما شفناش هذا الشيء في المدرب. اذا رساله التقنيين ديال اللي كيكونوا في جميع ليميسيون ديال الراديو او في التلفازه خصهم يخرجوا ويديروا لنا تحليل منطقي، ما يجيوش يقول لنا خليوا السيد يخدم. هذه العباره ديال خليوا السيد يخدم هي اللي خرجت على المنتخب وهي اللي كياكلوا بها اضريفه اللي كيكونوا سمان. هذوك الناس اللي كيخرجوا يقول لك يلا بادي خلي السيد يخدم دونك دير لي التحليل. انا كنت عايش في الاسبان وكنشوف ميسي
ولا رونالدو كي في استوديو بحال ما هكا جالسين وكيديروا ماتش بار ماتش كيديروا التحليل ديال التقييم ديال ميسي كيفاش كان. حنا اليوم الا جيتي هضرتي على واحد ستار كيقول لك شكون انت وعلاش انت وانت ضده انت. دونك على الناس اللي كدير التحليل في لي راديو وفي التلفازه فيعتقوا المنتخب التحليل ديالهم البناء وما يخليوناش حتى لاخر لحظه حتى نتقصاو ولا نديروا دو ماتش خايبين عاد نخرجوا نهضروا كاملين. صح. وإلى لاحظتوا معنا واحد القضيه تقدر تشاطرني الراي السي الحدادي ان إلى لاحظنا جيريت هو المدرب الوحيد اللي داز في هاد السنوات الاخيره في المنتخب اللي كان يقدر يعرف يجري ليكيب ماتش الا كان بلوك با ولا كان البلوك في السونتر ديال الفرقه كيعرف كيفاش يبريسي على الفرقه وإلا كانت الفرقه مبريسي عليه كيعرف يجري لا ديفونس. ما عرفتيش علاش ها حيت هو كان اريير هذيك هي خدمته ها يلا ابدا اما تيكون اريير درو كان يدير جوج هويا في لا بلجيك اما تيكون اوفونسيف ولا تيخدم بالاخص يخدم ديفونسيف بالزربه تيرجع ديك لا ترانزيسيون عندهم بالزربه ماشي بحالنا دابا بحال البارح اللاعب عنده الكره وخصك تعيط ليه بالتليفون باش يتبلاصها باش التوظيف كان البارح ما كانش تاكتيك في الماتش التوظيف كان خايب صراحة حتى الاختيارات انا كنرجع للاختيارات فلاعب تعرفت في الاخر فين الكاريير ديالو فحشومه يكون من في 90 دقيقة يلعب تعرفت كنعرفوا بانه لاعب تقني عنده لمسات عنده تاريخ في الكرة ولكن راه في الاواخر ديال فانت كاريير فما يمكنش يعطيك بديك الطريقة. الا جبنا بار اكزومبل حارث اللي هو واحد العشرة اللي هو زوين كيلعب عنده ديك لا ترانزيسيون ديفونسيف اوفونسيف لاعب مهاري وهذا هو اللاعب اللي كان خاصنا البارح فاش كتكون عندك واحد الفرقة سادة عليك خاصك ان جوور اللي كييليميني واحد وجوج وكيعطيك ديك لا باس الاخرى ولا كيدير ان فراب بحال اللي كان تيمومي في الوقت ديالو هادو هما اللعابة اللي كتسد عليا شي فرقة عندنا واحد لي تويو باش كندوزو دوك لي تويو افتقدناهم البارح لي خاليلوزيتش ولا حاليلوزيتش ولا ما عرفتش عنده ثلاث سميات ما عرفتش انا وحيد صراحه فهو ما كيقنعنيش انا شخصيا يمكن كيقنع ناس اخرين ولكن السيد البارح في الماتش فهو ما جيراش الماتش كيف ما خصو يتجرا. الا لاحظنا ان زياش نقدر نقول عليه اللعاب لي ستار في المنتخب كان في لاياكس تبارك الله عليه مشى لتشيلسي كيعيش دبدوبات مرحله فراغ زياش واش حد الان ما عطاش للمنتخب ولا نقولوا زياش باللي ما توظفش في المكان اللي خصو يتوظف فيه واش من دوني واش يلعبوا في بلاصه هو يا البارح ملي دخل الوحيد اللي مشى ضرب الكوفرا ضرب ادروات هو مشى لاعب اللي يضربها هو يا لعب ياك لعب اللي يضرب لعب اللي يضرب واش هذيك هي البوست ديالو هو اش هي البوست ديالو في زياش كيلعب ريلير من الميليو لاطاك صافي صراحه بكل صدق فزياش لاعب كبير باش من هذا لاعب عنده مؤهلات الى لقى واحد الفريق اللي منسجم وواحد الاجواء لهذا فهو غادي يعطي لان ما يمكنش لي انا اليوم ولا اي واحد في المنظومه الكرويه يقول على زياش شي كلام اللي ماشي هو هذاك فهو زياش راه من مينيم كاديج من الصغر ديالو كيلعب الكره وحقق في المدارس وطلبوه ناس خبراء في الكره وتباع من اياكس دونك راه عنده مؤهلات خصنا صراحه داك جوور د كاركتر اللي في المغرب المدربين ما كيعرفوش يتعاملوا معاه. ما لاحظتيش بلي من نهار مشى بوصوفه ما بقيناش كنلقاو داك الميليو اللي كما كنقولوا لويت في المنتخب ما بقاش هو مزيان بوصوفه ولكن حتى هو كما قال لك عز الدين لا الله ما يرحمش صراحه لا بوصوفه للاحمدي فهما قدموا مباريات ولكن ما عطاوشناش داكشي اللي كنا باغيين حنا كجماهير حنا بغينا نهزو كوب دافريك بغينا نوصلوا للكارت فينال في الكوب ديمون ما نلعبوش الدور الاول ونجيو فحالنا ونقولوا راه عندنا فريق السرياحي الا قلنا حنا كلشي كيقول لك عندنا منتخب كبير ولكن الا جينا ندويو باللغه الارقام لا منتخب عنده كاس افريقيا واحد منتخب من 98 تاهلش كاس العالم حتى 2018 الكوب دافريك رشنا كنا كنلقاو صعوبه باش تاهلوا للدوزيام تور حتى مع رونار هو اللي قدرنا نتاهلوا للدوزيام تور وتقصينا مع البنين دونك حكينا خيلوطه كما كيقولوا فصراحه ما كاينش عمل دابا نقولوا 100 مليار كتخسر في العام فوالا دابا على كره وما كاين والو ما من واحد الناحيه صراحه فجا فوزي القجاع فكان واحد الصحوه في كره القدم لان الا مشيتي حتى اليوم جبتي شي رئيس جامعه اخر ما غاديش ينجح ما كون على يقين ولكن مقارنه مع الفلوس اللي كتخسر ومع دابا الاداء اللي عندنا ما تقدر تقول ما دايرين والو انا معاك دابا غير باش نقول لك بان فوزي القجاع
فهو كيجيب الفلوس. هو اللي متحكم في الميزانيه ديال المغرب, هو اللي كيفرقها كامله. دونك هذيك الميزانيه ديال المغرب منها كيجيب هو الفلوس. دونك الا مشينا تعطينا رئيس جامعه لشي واحد اخر راه ما غايجيبش هاد الفلوس. دونك كاينه الفلوس ولكن التسيير باقي ماشي هو اللي خاصنا, ماشي في الطموحات ديال الشعب المغربي. ما كتلاحظوش باللي كاينين شي ناس اللي كنلقاهم ديما في الاداره التقنيه المنتخب ما بغاوش يحيدوا العام الاول الثاني الثالث؟ انا اللي عندي عليه واحد التعقيب, عندي واحد التعقيب على المساعد المدرب, مساعد مدرب ديال هذا اللي صراحه ديال المغرب, ديال الحجي. حجي لاعب كبير, حجي عطى للمغرب, ولكن الحجي راه ما درب حتى شي فريق. الا كان هذا رئيس الجامعه كيقول بان رحنا باغيين الشفافيه والمصداقيه وبغينا نخدموا الكره, فمن العيب والعار الحجي يتبدلوا كاع الناس ويبقى حجي. فحجي ما كيعطيش الاضافه, ما تقولش لي كيخلق اجواء. السيد ما عندوش حتى ديك لا كومونيكاسيون, ديك الهضره مع الصحافه, مع الناس, مع هذا. ما كيشبعكش كادجوان لا مع الصحافه ولا. دونك حشومه داك المنصب ما يتبدلش, لان لكن غادي نعطيوه لواحد اعطى ففراس اعطى الكره, سي عبد الطيب حدادي اعطى الكره, فانسان كيمشي كيجلس فما كيقدمش الاضافه حجي الفريق. انسان متخلق, انسان لاعب اونسيان جوور في المستوى هذا, ولكن هادشي ما كيشفعش ليه باش تكون ادجوان في الشباب في المنتخب الوطني. لان المنتخب الوطني خاصنا الكفاءات, ما خاصناش اللي يجي يجمع علينا مع الناس اللي جايه من اوروبا. فراه هادوك اللي جايين واجدين برزقهم بعندهم المورال. حنا حجي ما غايديرش لهم المورال, بالعكس حجي يقدر ماشي ادجوان من المغرب ولد البلاد وطني لعاب اونسيان جوور فوالا اللي عنده الكفاءه. عنده ديما حنا خصنا شي واحد عنده لي ديبلوم في المستوى اونسيان جوور ومعروف عليه خاطر الكره كيف ما كنقول خاطر الكره, وعنده داك السوس كيعرف لا كومونيكاسيون مع الجوور, كيعرف امتى يعنق الجوور, امتى ينصحو, امتى يقول لي اش غدير في هذا الماتش, فهمتي؟ كيعاونك. دونك حجي ما كيبانش لينا كيدير هادشي. حجي فهو جماد داخل المنتخب الوطني. نزيد لي كلمة واحدة أخرى اللي قلت هاد الكلمة حزدين. أنا نزيد كلمة أخرى, ماشي جماد. شكون اللي يعطي ستيلو للونترينور؟ يقدر يعطي ستيلو للماركور. ستيل البارح شكون اللي يعطي ستيلو لهذاك اللي يقول لي دير هاد السمية ودير هاد السمية؟ شكون؟ أنا راه ما عندنا حتى شي حاجة ضد حجي. لا احنا غيرنا المنتخب الوطني وحنا غنقولوا الرأي ديالنا, والرأي ديالنا قابل للنقاش, وفي واحد شوية ديال الخطأ وفي التصعيب حيت كاين اللي كتعطي الرأي ديالك. حيت أنا غادي واحد بين قوسين فاش كتعطي الرأي ديالك في المغرب, يا إما ضده يا اما ضده, يا اما مخلص, يا اما مدفوع. دونك حنا الحمد لله ولله الحمد عشنا قلت لك واحد الفتره في الدول الاوروبيه, وشفنا الناس كيفاش كتحاور وكيفاش كتناقش. ماشي عيب تناقش معايا وتقول لي هذه عيب وهذه لا. هنا عندنا عيب. هنا الا مشيتي خرجتي وقلتي اليوم القشاع ولا رئيس فريق ولا هذا قلت تخيل درنا ابرز مثال دي ديشون فاز لا كوب دي موند مع فرنسا ومشى معهم الفينال ديال كوب دورو وكينتقدوه اليوم. انتقدوه في البدايه في المقابلات الاولى ديال كوب دي موند, انتقاد والسون بورسون ودا سميتو في ذاك الانتقاد كان فيه الخير كان فيه الخير, وجاب لاعبين اللي خدامين بحال اوليفي جيرو لعب لي ماركا تشابيت في لا كوب دي ماركا لي جوج البارح وكان كيجيبو كيامن باوليفي جيرو اوليفي جيرو دخل المنظومه ديالو عطى ماركا جوج البارح. حنا اللي جينا ندوينا على ايرفي رونار في لا كوب دي موند. لا كوب دي موند ايرفي رونار جايب لك نصيري, جيب لك الكعبي, جيب لك بوحد الدوز, جيب لك بوطيب, تهادو كاملين فيهم ما كانوا والو. اذا صراحه خاصنا اداره تقنيه في المنتخب. عنده على نقطه واحده بدر بانون, كيجي يكون في المنتخب واش يستاهل يكون قلب دفاع المنتخب المغربي؟ لا, حيت كنلاحظوا باللي مظلوم. واش انت رجاوي ولا ودادي؟ لا ما رجاوي ما ودادي, انا مغربي. وبغيت ندوي كنلاحظوا ان بدر بانون لاعب اللي تبارك الله عليه في الكارير ديالو غادي مزيان. كانوا عنده شي تذبذبات, مشى للاهلي تبارك الله غادي في كارير مزيان. كيف ما الا دوينا على بدر بانون غادي نقول حتى على داري اشرف داري حتى هو غادي مزيان. علاش هاد جوج الناس ما نشوفهمش حنا في المنتخب؟ باين لك رجاوي. لا ما رجاوي ما ودادي, انا باين لك رجاوي. انا نهضروا على بانون من الناحيه التقنيه. بانون لاعب كبير باش ما غنبقاوش نكذبوا ولا غنبقاو هنا هذه مداخله فيها رجاوي. ما كاينش نعم بانون نهار كانت الاهلي فريق القرن ولا فريق ما عرف شنو محتاج لواحد المدافع, مشاو خلصوا عليه الفلوس وداوه. غنجي انا اليوم ولا انت ولا الاخر نقولوا بانون ماشي كويري. دونك هذه تخربيق. بانون عنده ما يقول في البوست ديالو, عنده العيوب ديالو, ولكن السيد
بروغريسا لقى ناس اللي مشى عندهم وكبروا به، صحافه اللي كبرت به وعيطت ليه السلطان وهذا، فلاعب راه سي عطيف داز لعيب، فلا موتيفاسيون في داك البوست وداز في داك البوست، فداك لا موتيفاسيون من الصحافه ومن من الفريق ومن هذا، فكترفع من المعنويات اللاعب وكيبقى دائما مركز وكونسونطراسيون كتكون عنده طالعه باش يحقق الاداء باش يرضي الجماهير ديال المغرب ولا ديال الاهلي. هادشي اللي ناقصنا في الفرق المغربيه. يعني نقول لك كلمه واحده على بانون، لان انا داك البوست لعبته 15 عام تقريبا، 15 عام تنقول لك مع اللعابه الكبار، ماشي تنقول لك اللعبة بانون انا تعجبني. علاش؟ لان تيدير داك اللعب اللي كنت تلعب عليه، الانتيسيباسيون عنده زوينه، تيخرج وتيشد كره لا رولونس، لا رولونس تيعطيها لك في رجلك تيقول لك هاكون هاكون سير كون ليه ادرجاني هاد كون لاعب مشى اللعب ديال الجولف من هنا صيفطاني للعيون. هادشي اللي كنحضر اليوم في المنتخب المغربي، داكشي اللي كاين، داكشي اللي كاين هو بانون بهادشي باش يعجبني انا. ولكنمل لكنمل بحال كوك، غير هو مازال في البلاسمون ديالهم اللي تيكون في لا ديفونس خاصو يبدا يميل شويه جهه العسليه، ما يبقاش لان تيميل بزاف على دروات، هو خاصو شويه يخدم ديك الرجل العسليه، هو درواتي كيمشي على دروات بزاف. ونتمنوا ليه النجاح تما في مصر، كنتمنوا البدر بانو النجاح والداري كما قلنا، اشرف داري تا هو اشرف داري يسهل المنتخب، يلا باقي جاي في الطريق، لا لا باقي مازال صغير، مازال صغير، باقي صغير وباقي عنده اخطاء في الدفاع صراحه. داري اللي كيقدم مستويات كبيره ولكن عنده عيوب في خط الدفاع، كنتمنوا ليه يصلحهم ويزيد القدام. ونتمنوا في المنتخب الرديف اللي غيلعب لاكوب داراب وغيشدهم عمو، تنتمنوا يكون الديو ديال بدر بانون واشرف داري، حيت الا وقال احسن ديو كاين في المغرب في لا ديفونس الا ما استثنيناش البوفتيني لاعب حسنيات اكادير. اذا كنتمنوا نشوفوا هاد التونائي، ما ننساش لك بوطويل حتى هو، بوطويل اللي غادر المعسكر صراحه، فبوطويل غادر المعسكر ديال المنتخب بداعي الاصابه، بداعي الاصابه، ودونك راه غيكون بانون وقيله كما قلتي اشرف داري، وغنشوفوا شكون اللي غادي يدير مع اشرف داري ولا شي واحد. الهضره كثيره على المنتخب المغربي، ما غيسعفناش الوقت، غنبقاو نهضروا بزاف، والمنتخب المغربي ديما غنبقاو نهضروا عليه دائما، حيت دائما كنلاحظ الان مازال ما لقيناش بالغيره، مازال ما لقيناش داك الفرقه او داك المنتخب اللي قادر ينافس ويسد لينا الفم. بغينا اللي يسد لينا 2004 ما تسد لينا الفم ديال المنتخب صراحه. غندوزو دابا باش نعطيوكم كلمه اخيره وندويو على واحد البرنامج اللي كديروا السي عز الدين الرياحي، هذا البرنامج اللي سميتو صوت الجماهير وتعلقتي فيه بزاف ومشيتي بعيد، وكل شيء ولا كيدوي عليك على في لي ريزو سوسيو خصوصا الناس المحمديه. الرياحي ما عندوش الفرانات، الرياحي اللي جا كيخرج فيه ما كيخاف من حتى واحد، بغينا اوكي 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 كيكون معاك فيه سي عطيف حداد هذيك يكون معاك فيه. اذا ما عارفين بلاتي تنكمل لكم وكملوا على عز الدين، غنمشيو غير الفاصل ونرجعوا، يلا سير بعد الفاصل غنرجعوا. عز الدين رجعنا دابا معاك، وغنرجعوا للبرنامج ديالك صوت الجماهير. قبل ما تدوينا على البرنامج ديالك نقول انا واحد السيد غيعطينا الشهاده، السي الحدادي غيعطينا الشهاده في حق البرنامج بعدا. هذاك البرنامج انا تنقول كل تنعس تنحلم به تنخرج للزنقه، ماشي قضيه ديال دابا. انا في المحمديه راه نفعتنا غير شويه ديك الكمامه اللي تنديروها، والله العظيم قلت لك يا ملي نخرج من الدار اللي انت داك البرنامج اللي تديروا في العشيه، انت ما كاينش اللي ما تيسقسيش عليه، ما كاينش اللي ما يسقسي عليه. وثانيا اللي مكلف به سيد اللي متكمل المتمكن عز الدين، وعز الدين تنقول كنا راه عارف بما كنا تنبغيه، هو بعدا واخا جينا انا باقي ما قلتش لكم الاسرار بما راه التلميذ ديالي هوايا، التلميذ ديالو فهمتي الاستاذ رياض اللي قرا عندي انا عز الدين، وبقى ديك الصدقه، ودابا ولينا بحال الخوت. تنقول لك انا لا ما شفتوش في النهار، تنقول لك لا ما طلع لا ما طليتش عليه بحال دولي برانو، ما كانش والله العظيم. وجر جمهور كثير هو المحمدية، المحمدية سي عز الدين. دوينا على البرنامج، البرنامج ديالك نقدر نقولوا ناجح 100%. صراحه البرنامج صوت الجماهير، ف ديك العفويه في الكلام، فما كتكون كتهضر حيت هادي راه غير كتوقع لاي واحد، فكتكون كتهضر وباغي تعطي واحد الراي ديالك، فكتبقى تفكر في فلان وفلان وفلان، دونك ما كتخرجش ديك العفويه وما كتقدرش توصل داكشي اللي في قلبك للقلب المشاهد. دونك فاش كتهضر وانت ما داير في بالك والو من اجل
من اجل المصلحه ديال المدينه ومن اجل مصلحه الشباب فكتوصل. مي كتكون كتهضر وانت كأنا عز ديال الرياحي باغي نوصل لواحد الحاجه ولا باغي نوصل لواحد الهدف فكون على يقين ما غيتبعك حتى شي واحد. الرساله ديالك كتوصل للجمهور كتوصل بكل حب وعفويه فوالا، لان علاش كتقولها من القلب وبداعي الخير للمدينه المحمديه اللي احنا عزيزه علينا تغربنا عليها واحد 12 ولا 14 عام ورجعنا لها والحمد لله. كنبغيو المدينه المحمديه وكنبغيو وكنبغيو الناس ديال مدينه المحمديه، ومن هذا المنبر كنقول الناس ديال المحمديه كاملين خصنا نكونوا خوت ونكونوا حباب ونطلعوا القيمه ديال بعضياتنا باش مدينتنا تزيد في الكره لا تزيد في جميع الميادين لا كرويا ولا ثقافيا ولا سياسيا. سي عز الدين التحليل ديالك تبارك الله عليه من ناحيه البرنامج، الى اي واحد بعدا كننصحوا يدخل للصفحه ديال سي عز الدين الرياح اللي غايقولها لكم دابا صوت الجماهير، صوت الجماهير باش يتفرج في البرنامج وغتشوفوا التحليل ديالو تبارك الله عليه متمكن. سي عز الدين علاش ما تجيش تكون محلل؟ ومرحبا بك في اي لحظه في القناه ديالنا الا بغيتي تكون محلل، وعلاش ما تكونش محلل في المنابر الاعلاميه وتحلل الماتش؟ هذا شرف ليا نجي نتلقى الدعوه وعلى مع الاخ في البرنامج ديالك تويشيه رياضيه. تويشيه رياضيه فصراحه انا يدي مفتوحه لجميع المنابر، ولكن بعض المرات فكيكونوا عندي رحلات كنخرج على برا وهذا ما نعرفش واش نقدر نتوفق ما بين البرنامج وبين العمل ديالي، ولكن انا الميول ديالي فعجبني كما جيت اليوم وشفت هذا الشيء كيفاش داير، فانا يمكن لي نجي ندخل كما قال الاخ حمزه ندخل ونجلس وندير واحد البرنامج في ساعه ساعه ونص بكل اريحيه ونهز عاوتاني حوايجي نمشي في حالي. هما 5 تي في داركم والابواب ديالها دائما مفتوحه في وجهك انت والسي الحدادي وقت اللي بغيتو مرحبا بكم. لان هادشي اللي شفنا تبارك الله بهاد الاطور اللي كاينين وهذاك الشيء فهو كي تقدر دير اي برنامج وتقدر تنجح فيه، لان علاش البرودوي راه كاين والناس التقنيه اللي كيجيروا هذا الشيء راه تبارك الله في المستوى. شكرا شهاده كنعتز بها عفوا السي عز الدين. السي الحدادي شي كلمه اخيره في حق عز الدين قبل ما نوصلوا باش تعطيو الرساله ديالكم؟ راه خلينا واقيلا شي ميسيون ما دوزناش هاد السيمانه راه حاسب عليه الفالطه خصكم السيمانه دابا راه شدوني ثاني في الزنقه الدراري امتى يكون حسناكم. هو عز الدين راه تتعرفوه منشط بمعنى الكلمه ومحب ديال محب ديال الشباب. شكرا سي عبد المحب ديال الشباب. الرساله ديالك واضحه. قبل ما نختموا نبداو بك السي الحدادي تعطي رساله امام الكاميرا الجماهير المحمديه والرئيس ديال شباب محمديه يتمنى بشنو غيصلح وشنو غيقاد. الكاميرا امامك السي الحدادي. انا اللي غادي نتكلم عليه وهو يمكن شخص واحد وقلتها لكم انا تقولوا لي شكون نقول لكم بالنسبه للجمهور تندوي على الجمهور ديال المحمديه. الجمهور ديال المحمديه اعطيو الوقت لمحمد فخير اعطيه الوقت راه ماشي عنده عصا سحريه اللي غادي يقلب الفرقه من هنا للغدا. راه الوحيد اللي يقدر يصوفي الفرقه وانا قلتها هادي تقريبا 3 شهور ولا ما ضرب شهر وهو محمد. يعني انا تنعرفو كلعب معايا عاش معايا في بعض المنتخبات ولد الناس راه تنقول ولد الناس واحترموه كما تيحترمكم هو راه عزيز عليه ديما تبقى اليكار ما يقربش لك. هادشي اللي نقول والله يعاونكم والله يعاونه هو بالاخص انا تنفكر ماشي تنفكر بالاخص في محمد. بالنسبه للرئيس الرئيس كما قلت ديك النهار عليه خصو يبدا يسمع شويه الناس اللي لعبوا في الشباب اللي لعبوا باش هادي يجيبهم بحال البياض قد يبركو اللي غادي يفيدوك كما جبتي لي قبيله الموضوع ديال التنقيب. الا تعطي شي واحد دابا تقول ليه تمشي تعمل التنقيب والله نقدر عليه. وانا تنقول لك هادشي في الدم عندي وعز الدين راه تيعرفها تيعرف بما راه تيعرف نقدر انا ملي كنت كمدرب تنقول كمدرب عندهم تنقول لك في الهوات ولا الا نسمع الفرقه لعبه في تطوان راه عز الدين في خبار نشد ترا ديال 5 الصباح 6 الصباح ونمشي
راه يقول لك ونمشي نتفرج انا في هذيك الفرقه اللي غيتلعب ضد لا ثلاث لعب ضد نمشي نتفرج فيها تما وتنا وتنجي وكون جيت نوريهم لكم وتنجيب لي رابور تنقول لك وتنعطيهم الفروق شتي المدربين اللي دازوا والله العظيم لا قلت لك تنعطيهم الاوراق من عندنا تنقول لي ها الفرقه اللي تلعب ضدها ها هي سميتهم من عز الدين تنعطيف ها شتي يلعب هاك بالسلامه بالسلامه ومشي بحالاتي علاش نديرو تنديرو على حب ديال الفرقه الرساله واضحه السي عبد اللطيف الحدادي السي الرياحي الرساله ديالك للجمهور المحمديه والايت منا في هذه الكاميرا صراحه رساله للجماهير الشبابيه اللي صراحه اللي هي من جماهير وفيه الفريق صراحه منذ تاسيس من 1948 وكاين جماهير وحده كتورث وحده لان انا الاب ديالي شبابي هو اللي عطاني هذا حب الشباب شبابي ابن عن جد ابن عن جد ولدي تا هو اليوم شبابي غادي يكون شبابي باذن الله فكنتمنوا الجماهير الشبابيه تصبر مع رئيس الفريق تصبر مع الفريق ديالها اللي هو شباب المحمديه وتصبر مع المدرب الجديد اللي هو محمد فاخر الملقب بالجنرال لان الجماهير البيضاويه ما جاتش وعطاته هذا اللقب الجنرال الا وعن كفاءه سيد خدم سيد داز لاعب كبير داز مدرب كبير عنده القاب فخصنا نصبروا عليه صراحه لانه سيد متمكن وكان ولكن كما قلنا راه ما عندوش العصا السحريه خصنا نصبروا عليه باش نقدروا نزيدوا ونخرجوا الشباب من هذا الترتيب اللي صراحه ما كيشرفش الكره الفضاليه بالنسبه لرئيس الفريق فهو دار واحد انا ما عمري شفتو دار واحد المجهود تدار اليوم فدار هذا التغيير هذا اللي كان طالب به جاب محمد فاخر اللي كان طالب به السي عبد الطيف حدادي هذه 3 شهور وكيقول لنا في البرنامج صوت الجماهير كيقول لنا راه المدرب اللي غيليق الشباب هو فاخر ورجل المرحله انا كنت كنقول عموته ولا الركراكي وسي عبد الطيف بحكم التجربه ديالو بحكم داز مدرب ولاعب سابق فهو عرف شكون هو المدرب اللي غادي يكون اللي غادي يجيري هذه المرحله لان ماشي غير الكفاءه خص تكون تم طور وتكون تكون مالان شويه بس تكون كتعرف تجيري دوك اللاعبين لان اللاعبين شويه ضاصرين صغار كاين اللي طالع في الجد وهذا خصك تعرف كيفاش تتعامل معاهم خصك جينيرال في الفرقه كان من هذا المنبر كنشكروا رئيس فريق شباب محمديه على المجهود اللي قام به في الصعود ديال الفريق 4 سنوات متتاليه رئيس فريق اللي خرج شباب محمديه من واحد المأزق هادو حوايج اللي دارهم اللي واخا كنوجهوا النقد ما يمكنش كندير لك النقد وما نذكرش لك المحاسن ديال اذا انا في قلبي شي حاجه دونك الرئيس دار واحد المجهود كبير اللي صراحه ترفع له القبعه كيف ما دار اخطاء راه دار انجازات فوالا دار انجازات ودار اخطاء كنتمنوا يدير واحد الكيبالون بين الانجازات والاخفاقات ديالو ويخرج بواحد النتيجه ويدور به ناس اللي كتستحق تكون في جنبه ناس اللي غتدخل معاك للتيران وتدخل تفرج معاك تكون في المستوى الناس اللي غتدعمك ماديا ومعنويا البيبان اللي غادي تدق انت كرئيس خاصك تمشي تدق البيبان وبوجهك مرفوع لانك ما كتطلبش على راسك فانت كتطلب من اجل الدفاع على مصالح الرياضه داخل المحمديه وكذلك للدفاع على فريق شباب المحمديه ما يمكنش انا اليوم نجي عندك امين اخويا سفيان اسمح لي نجي عندك سفيان ونقول لك انا بغيت واحد 100 درهم ولكن الا جيت عندك وقلت لك راه الفريق ديالي بغى واحد 100 درهم انت كشبابي خصك تعطيها دونك انا ما غنحشمش منك نجي نطلب منك هذا المبلغ ديال المليار ولا جوج انا كنطلبوا لواحد الفريق اللي كيشرف واحد المدينه اذا شكرا لكم جميعا شكرا لجميع الجماهير الشبابيه وكنتمنوا هاد الاستضافه ديالنا ما يأولوهاش بعد المريقيه وبعد بعد الناس اللي كتصطاد في الماء العاكر فاحنا شبابيين وغنبقاو شبابيين عندنا الراي ديالنا وعندنا الكرامه ديالنا وعندنا مبادئ ما عمرنا ما غنتخلاو عليها شكرا خويا سفيان الرساله ديالكم كانت واضحه كنت فرحان اليوم حيت كان معايا السي عبد اللطيف الحدادي وكان معايا السي عز الدين الرياحي في برنامج تويشيه رياضيه عرفنا وتطرقنا لمجموعه من المواضيع عرفنا المشاكل ديال شباب محمديه وشنو خصو يتصلح في شباب محمديه والرساله كانت واضحه للرئيس هشام ايت منا الرساله كانت واضحه لرئيس الجامعه الملكيه المغربيه السي فوزي القجع الرساله كانت واضحه للسي واحد خليل وزيد المدرب ديال المنتخب المغربي وشنو خاصو يدار في المنتخب وشنو خاصو ما يدارش بهذا مشاهدينا الرساله محمد ورساله مره اخرى ذكرني بها السي
الحدادي. رسالة أخرى خصنا نوجهوها للجنرال محمد فاخر اللي هو مشكور على أي فارق مش يدربوا كيدربوا بنزاهة وبكل ثقة وكيدربوا بواحد الصرامة عالية. وهذا الشيء اللي بغينا راجل من اللي جا للشباب يعني فعلا هذا الشيء اللي بغينا نشوفوه في شباب محمدية وأنه كانت عنده الجرأة باش ياخذ فارق في المرتبه في السيتياسيون اللي فيها الفرقه بزاف في المرتبه 14 ولا 15 كانت عنده ديك الجرأه ودار تحدي مع راسو ومع المكتب ديال المحمديه باش ينقد الفريق. وكنتمنوا من شباب محمديه ترجع للمكانه ديالها. بهذا نكون وصلنا لنهايه التويشيات اليوم. السلام عليكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma